فقرتنا الأولى لليوم بتهم كثير من الأشخاص في ظل هي الأحداث المتسارعة بشكل كثير كبير، الضغوطات والاضطرابات اللي عم بتحيط فينا من كل حد بصوب مثل ما بنقول، وأكيد بتختلف أنماط الشخصية وطريقة التواصل من شخص لآخر، كيف فينا نحقق التوازن النفسي والسلام الداخلي اللي كلياتنا بنسعى له؟ طبعا هذا الشيء أكيد سالي اليوم بنلاقي فيه كثير صعوبة، مستحيل يكون أي شيء بالحياة ما في ضغوطات أو عقبات مثل ما قلنا بالبداية، فقديه صعب نوصل لهذا الشيء. صحيح فرح، ويمكن وانت عم تقولي انه نحن بالتوتر اللي عم نعيش فيه كمان عم يصير عنا شغلات تانية صحية بيعكس على الصحة، كثير من الاشخاص بتقول انه انا حاسس حالي مريض بيكون قبل بيوم هو معصب او متوتر. اكيد كل هالاسئلة والاستفسارات رح تجاوبنا عنا اكيد الدكتورة والاخصائية بعلم النفس رولا صيداوي. دكتورة رولا كيفك؟ اهلا وسهلا، كيفك مع ضغوطات الحياة؟ الحمد لله تمام، يعني يسعد صباحك. بدنا نكون اقوى منها قدر الامكان طبعا. صباح الخير. هلا هي الكلمه كلياتنا بنقول انه نحن لازم نكون اقوى من الظروف واقوى من الضغوط والى اخره، تمام، لحتى نعرف كيف نحن بنقدر نكون. اول شيء خلينا نعرف شو هو التوازن النفسي بتعريفه المبسط، يمكن لحتى كلياتنا نعرف كيف ممكن نحققه. تمام، هلا نحن كلمه تعقيبا على كلمه اقوى منها، طبعا بنحاول قدر المستطاع لانه ما عندنا خيار ثاني. يعني اذا انا استسلمت للضغوط استسلمت مثلا الامراض او الضغوطات النفسيه، فانا صار غير انه هالضغط اللي جاي علي صار عندي مشكله صحيه. نعم. هي النقطه. النقطه الثانيه اللي عم نحكي فيها هي التوازن النفسي، يعني احنا يعني حافظ قدر الامكان على ما حنقول الهدوء السيطرة. لكن الصحه، السيطره، نقدر نتحكم بمشاعرنا قدر المستطاع، لانه احيانا الانسان في شيء خارج ارادته. قدر المستطاع باكد على الكلمه، لانه احيانا هي التربيه بتلعب دور، الظرف اللي هو موجود فيه لحظه هم ممكن عنده مرض او مشكله صحيه وجا ظرف صعب ما بيتمالك اعصابه، فهي قدر المستطاع. تمام، نعم. يعني دكتوره يمكن بالبدايه وقت عرفت فرح التوتر او خلينا نقول النفسي او الضغوطات اللي احنا عم نعيشها، هلا يمكن قبل ما كان هيك الوضع، يمكن هلا مع هموم الحياة ومع صحيح. المصاعب، وبتعرفي نحن علينا ضائقة صحة وعنا حرب اقتصادية على سوريا مفروضة علينا من دول الخارج، يعني ما كفاهم الحرب القتل اجوا على حرب تانية، فصار عند الأشخاص انه ضيق بأبسط وسائل الحياة. كيف الإنسان شوي يقول انه نحن اذا عصبنا ما رح نستفيد؟ صحيح. وإذا مرضنا حالنا فنحن حنزيد الطين بلة، فكيف فينا هيك شوي نعطي لحالنا؟ إيه تماما توازن. هلا هي نحن بشكل عام بنقول أي مشكلة بتعترض مثلا الإنسان أو بتمر على الإنسان، سواء مشكلة صحية خلينا نقول مرض، ضغط، سكر، أي مرض كان هلا، أو مثلا الأمراض المستعصية الصعبة المزمنة، إذا بده نحن نحط ضمن دائرة الخوف فنحن عم نموت حالنا موت بطيء، بغض النظر في ظروف اقتصادية صعبة علينا أو لا، هذا لحاله. يعني أنا لما بكون عندي بكون أنا أقوى، حتى لأن هي المناعة النفسية جدا مهمة. تمام. يعني مناعتنا النفسية بتساعد بالشفاء وبأي مرض، وكثير أمراض بتكون سببها المشكلة النفسية، الضغط النفسي، المرض النفسي، فنحن هون بدنا نحاول قدر المستطاع. هلا مع الظروف هي الصعبة نوعا ما بدنا نقارن حالنا بالغير، يعني أنا مثلا وضعي بنقول جيد، قارن حالي بالوضع صعب، قارن حالي اللي بالأوضاع الصعبة بالمهجرين، في ناس كثير ناس مو أصلا فقدت أولادها، فنحن هون بنلاحظ حالنا إنه أفضل نوعا ما. مش امر صعب صعب، بس الامر النفسي اصعب. يعني بالأزمة اللي مرت على سوريا وإن شاء الله الحمد لله يعني اللي خلصنا منها، أزمة الحرب هي صارت حالات كتير تجينا عند الأطفال وحتى عند اليافعين، مرض، خوف، انطواء، مشاكل نفسية كبيرة. يعني صارت الأم هي ما عاد اهتمت بمثلا شفتي كان القذائف اللي مرت علينا والضغوطات اللي مرت علينا، صار بس بدها صحة ابنها. فهون رجعنا لكلامنا أنه الصحة النفسية هي أهم شيء، صار عم تحاول تأمن له الطمأنينة لابنها. فهون قدر
الامكان الوالدين لهم دور كبير كثير، المدرسه لها دور كبير، المرشد التربوي بالمدرسه يخفف يعطي هذا الدعم النفسي التخفيف عن المشكله. ما في انسان ما عنده مشاكل صحيه ونفسيه لكن في نحن فينا نقول انه بنقدر نعالج حالنا. ممكن انا ما بقدر باستطاعتي روح لعند شخص بحكي له همومي، لازم ضروري. انا دوما باكد عليها وباللقاءات انه هي صباح الخير بنبعثها لصديقاتنا وبنتواصل معها، هي بتعملنا راحه نفسيه رغم ضغوطات وصعوبات لكن بتعمل راحه نفسيه. هذا الاطمئنان لما بتقري انت منشور كمان ما نركض ولا الاخبار دوما السلبيه اللي من عند الصبح بتلاقينا عاملين لنا هذا الستريس. دكتوره حكينا عن نقطه كثير مهمه انه نحن الوسط المحيط هو الداعم الاول لاي شخص، سواء عائلته، زملائه بالعمل، اصدقائه المقربين. فقديه كمان بالعكس الوسط المحيط اوقات اذا كان سلبي جدا ومليء بالمشاكل بينعكس علينا وبيسلب منا يمكن كل طاقتنا بالحياه. تمام. هلا بشكل عام نخفف يعني او نبتعد عن المحيط السلبي. هلا احيانا نقدر بس احيانا في ناس ما بتقدر، يعني عايشه هي ببيئه باسره هي كلها طاقات سلبيه، هون ما بتقدر بس بدها تخفف، تشغل حالها بشيء مفيد. يعني نعطي مثال، ممكن مثلا انا بمحيط بعائلتي باسرتي ببيتي بعملي محيط سلبي مثلا لا سمح الله، انا بحاول بشغل حالي بقراءه بعمل اذا بعملي. طب انا خارج العمل ممكن اتعلم مثلا، شفتي الاونلاين هلا كثير في برامج دورات هي كلها عم تكون مجانيه، فهون بشغل حالي بشيء مفيد. يعني ما بقعد وقت طويل لانه لا شعوريا بده يتاثر الانسان سلبا. الشخصيه عن ثانيه سالي بتفرق، يمكن درجه تاثر سالي بالوسط المحيط فيها بتختلف. تمام. عن درجه تاثري. هي النقطه فينا نحكي عنها دكتور، اختلاف انماط الشخصيه ومواجهتها لهي الظروف. هلا هو بشكل عام الانسان لما بيشغل حاله دوما انه يثقف نفسه يشغل حاله بالمفيد بشكل عام، حتى لو ما في طاقه سلبيه بالبيت بيعمل له هو تعزيز لثقته. تمام. بنفسه وراحه نفسيه، يعني بيعرف حاله يومه كله منظم، الصبح كيف ووقته ووقت الغداء ووقت مثلا عنده محاضرة أو عنده أو تواصل، هذا كله منظم. ما يكون يعني وقتنا نحن محاسبين عليه مسؤولين عليه، ما يكون وقتنا رايح بس، ما يكون وقتنا بدون فائدة. يعني حتى ربية المنزل أنا بقول هي بالبيت مو عم تربي أولادها، هذا كمان وقتها مقدس يعني جدا مهم. وإذا كان عندها وقت مجا ممكن تقرأ، ممكن تفوت دورة هي وبالبيت إذا ما بتقدر ابنها صغير. يعني ما نخلي وقتنا فقط رايح بدون أي فائدة حتى نحن نخفف من هالضغوطات النفسية، يعني لراحة إلنا نفسيا. الإنجاز دوما بتلاقي بيعطي تحفيز قوي كبير. كان أو ما نخلي وقتنا يمكن فرح ننشغل بهدول الأشخاص اللي ما بيستحقوا إنه الواحد ينشغل فيهم. ويمكن يعني مثل ما قلتي بظروف العمل وغيره وبالحياة بتمر بأشخاص سلبيين، ولكن يمكن نحن ما عاد تأثرنا لأنه صار الوضع صار في خبرة يمكن بالحياة، صار في شيء أهم. في أهم مظبوط. يمكن مثل ما قلتي دكتورة رولا، يمكن الإنسان يقدر يشغل حاله بملحق بشيء إيجابي، ولكن يمكن قلتي كلمة كثير مهمة، أحيانا بالبيت بقلب البيت الواحد في أشخاص نقائين، ما حدا ما بينق فينا، ففي أشخاص نقائين وبيقولوا يا الله طاقة سلبية فهن بيمنحوا كيف كاريزما تبعهم يعني تماما مو بايدهم، فكيف يا الواحد هيك يعطيهم قد ما هيك حاول يعطيهم امل وطاقه فهن لا بيرجعوا للاصل. هلا هو اذا في شخص هو دوما لحوح بيتطلب كثير او بيشكي كثير، رح نعبر عنه بيشكي كثير، فنحن بنحاول نغير له العاده. هلا نحن يوم في يوم بنقدر نغير له، حتى هذا اللي مثل ما عبرتي عنه نقاء بين قوسين بنقدر نغير له، بنقدر نغير من طبعه، نعطيه اخبار حلوه اخبار مفيده بابسطها، اخبار تكون مفيدة فرحة مضحكة، نذكر له مثلا فكاهة معينة، نذكر له قصة حلوة، نذكر له شيء إنجازات صارت، نذكر له إنجازاته القديمة، يعني حتى فينا نغير له من عاداته. يعني هو نفس الشخص قد تعرض للظرف صعب لبيئه صعبه، كمان ما بدنا نحن نلومه، بدنا نحاول نعالج له هذا الامر. يعني هو مو بارادته صار هيك كمان، يعني احنا ما بنلوم اي شخص وصل لهي المرحله لانه هو ظروف فرضت عليه البيئه اللي عايش فيها، فبنحاول قدر الامكان يكون عندنا هي المرونه بالتعامل لنقدر نخفف له هذا الشيء. يعني خلينا كمان نكون صريحين دكتوره، اليوم هو شخص جبار يلي عنده حاله السلام الداخلي والتوازن مع كل هي الضغوط. يمكن اذا مشينا بالشارع ممكن نلاقي ضغط معين، نأمن مستلزمات الحياة ضغط معين، ننزل على الشغل كمان ضغط معين، مشوار يمكن اللي بده نص ساعة صار بده مشوارنا ساعتين بهي الأزمة وبهذا الضغوطات. فنحن يعني في الصبح ضغط ورا ضغط ورا ثاني، اخر شيء الواحد بده ينفجر. فكيف انت بتنصحي يمكن الاشخاص الاقوياء والاشخاص اللي يمكن
اقل شوي سلام داخلي، انه يتعامل يمكن مع هي الظروف اليوميه الحياتيه اللي عم تتعارض يعني مع الكل، كل شخص عم يمر بهي الظروف. هلا في نقطه انا بالنسبه لي بقولها دوما لصديقاتي لطالباتي لطلابي بالجامعه، نقطه مهمه، انه انا بعتاد عاده معينه، يعني انا صباحا فنجان القهوه تبعي اللي بشربه بعتبره هاد سعاده كبيره عندي رغم الظروف والضغوطات والصعوبة. انا بالنسبه لي بعتبره هذا يعني انجاز عمليه فصل عم تعمل. يعني لا هاي العاده انا بحبها وانا بتلاقيني بتعطيني راح لو بالبيت لا رحت ولا اجيت يعني. فهو يعتاد، ممكن الرياضه، ممكن الصبح يروح يمشي بالملعب، ممكن يروح مثلا اي شيء بيقدر يعني. هي لا هي المشي بالملعب هي ما بدها تسجيل يعني، وما بدها ككلفه مثلا ماديه، هذا امر بسيط يعني. في اي امر هو بحبه يسمع، ممكن موسيقى معينه، اي امر هو بحبه يعتاد عليه دوما يوميا وما يترك يوم فيه، ساعتها عم بخفف له هذا الامر يعني، بيطلع للعمل وضغوطات العمل بطاقه ايجابيه براحه نوعا ما، نحن عم نقول نوعا ما تكون نفسية مريحة. هي ضروري جدا أي أمر هو بيحبه، يحكي تليفون، يشوف مثلا أحيانا الصبح بيقدر يشوف مثلا مقطع هو بيحب فكاهي، ممكن يسمع موسيقى، ممكن فنجان قهوة، ممكن فيروز يعني، نحن دوما هي عنا إياها. فأي شيء هو يعتاد عليه هي ضروري، ويعلم أولاده يعني هي الضغوطات. إذا طلع بطاقة سلبية أول شيء هو سبب ضغط نفسي ومشكلة صحية لنفسه، لأصدقائه يعني كمان أصدقاء عندهم ضغوطات ما لهم ذنب يعني، هن نشوفوه بي هو عامل هذا الـ يعني شو بنقول العصبية، متضايق، طب غيره متضايق كمان، فهي ضرورية جدا. صحيح، يعني هي عادي، هي عادي 100%. يمكن دكتورة عم نشوف شباب بمقتبل العمر عم تاخذ حبوب مهدئة، عم تلجأ للمهدئات، عم تلجأ للتدخين، لا والله بيرجلوا لهم شيء اربع نفس ارجيلة، نفس خلقنا مضغوطين نحن نفسيا. قد ايه كمان هي الفكرة سلبية صحيح، ويمكن هي بتزيد الضغط النفسي، وهن معتقدين او باعتقادهم انه لا هن عم يفشوا خلقهم، قد ايه مهم النفسي والاقتصادي تماما. وقديش مهم ايضا المهدئات انه تتاخذ بوصفه طبيب وما تتاخذ عشوائي، لانه حضرته متوتر نفسيا طبعا. التوتر النفسي عشان. هلا نقطه كثير مهمه اضاءتي لها استاذه، انه نحن هي اراده قويه لازم تكون، يعني نحن بنكون ارادتنا اقوى من الظرف، انا ما عم بقول ظرف سهل بس تكون اقوى من الظرف، هذا امر ضروري. ورب العالمين لما يعني دوما حتى لما بيبتلي الانسان بيكون هو يعطيها قد الصبر طبعاً. انا لما بدي اعتاد على مثل ما قلتي الدخان او الارجيله بغض النظر، طب انا صار عندي غير انه ضريت صحتي، صار عندي كمان انا ضغط عبء اقتصادي، يعني صار عبء اقتصادي، طيب هذا مو سهل كمان يعني، هذا حملت عبء على الاسره ووجع نفسي، وباعتقاده انه هو الحل، لا ما له الحل، الحل من جواته من داخل الانسان، انا بدي اوجد الحل، بروح عند صديق بيخفف لي من هذا التوتر، بسجل بدوره، بمشي بالملعب، اي شيء رياضه، هذا موسيقى بسمع، هو انا من جواتي بدي الاقي الحل. شوفي ما حدا بيلاقي الحل لشخص ثاني، ممكن حتى انا بروح عند صديقتي مثلا تخفف لي، بس هي المفروض انا كمان يعني طبعاً. ساعد نفسي بنفسي طبعا. يعني دكتوره كثير هي المعلومات وفينا نقول المحفزات اللي نحن بحاجه لها كلياتنا مع اختلاف شخصياتنا وباختلاف قوتنا، يمكن انا بعبر عن حالي بطريقه وسالي بتعبر بطريقه ثانيه، فدائما نحن بنقول الصبر، الصبر مفتاح الفرج للكل مهما كانت المشكله صغيره او كبيره. تمام. شكرا كثير لك دكتوره وللدعم اللي دائما بتعطينا. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره رولا، ودائما هيك الله يبعد عن كل العالم الضغوطات، ان شاء الله بتنحل هيك امور على اهون سبب ما بنعرف، دائما رب العالمين يعني له حكمته من كل شيء. نحن هلا نحن في، ويمكن اللي عنده عيال او شيء بيكون هلا مضغوط، ولكن بس يشوف هيك الامور تحلحلت، كان ان شاء الله يا رب هيك كل حدا ينسى تعبه وفرح.